النهارده عندنا اول سيت اب بتاع اللاد اللاد سكرين. المفروض ان الشركه اللي موجوده بتعمل السيت اب من الساعه 6 الصبح بيفردوا السيت اب. بعد السيت اب ما يخلص هنشغل الكونتينت ونبتدي نعمل تيست ونبتدي نشغل بقى نشوف الاعلانات بتاعتنا ونبتدي نظبط السيت اب بتاعنا على اللاد سكرين از انيميشن. Today's meeting was all about how we're going to get the fans into the stadium. We look at ticket sales and we look at where people are going to be sitting inside the stadium. وناقشنا كل تفاصيل المباراة من بوابات الدخول لتقسيمة الملعب لعدد السكيورتي والشرطة والأمور التشغيلية اللي إلها خص بالمباراة. We also like to try and get a little bit of feedback from the fans that are coming from both clubs, just so we have an understanding of how they react to the game of football, because we know Egyptian people are very passionate about their game. Presentation team, we've dealt with presentation team the last time we had the Egyptian Super Cup, which was Al Ahly again and Zamalek. الحمد لله الفريق جدا متعاون وكل حدا مختص بجزئية وفاهمها وكل شيء طلبناه منهم إلى الآن فيه تعاون جدا كبير وكثير حابين إنهم ينجحوا الحدث وكثير هاممهم ردود فعل الجمهور وإنهم يطلعوا الحدث بأفضل صورة. إحنا كان عندنا اجتماع مع شركة برزنتيشن والقائمين على العمل في اللجنة المنظمة، كان كل موضوع بنتكلم عن الأمور الفنية وأمور خاصة بالبروتوكول وبالتذاكر وبالنسبة للإقامة والانتقالات الداخلية الخاصة بالوفود اللي جاية وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والنادي المصري. شركة برزنتيشن أنا بشتغل معاهم بقالي سنين، عندهم دقة في التنظيم، دقة في التنفيذ، ما بيخلوش دقائق الأمور متروكة لأحد، لازم يتابعوا كل صغيرة وكبيرة، وده سر النجاح والتفوق. يعني فريق اسلام خلاص النهارده، اعتقد اسلام الشناوي بفريق الانتاج اعتقد يخرج النهارده هو والتيم بتاعه. ده يعني نتمنى ان الميعاد النهارده اتفقنا على الساعه 12 بالليل نبقى كلنا بره الملعب في التجهيزات، اقل من 48 ساعه خلاص على الماتش. بكره اليوم للبروفا، فالنهارده تقريبا تقفل كل شغلك. النهارده بيبقى يوم صعب جدا، تعب جدا. تجهيزات الملعب خلصت، الكاميرات الكبيره خلصت، السبايدر كام ركبت اتعمل لها التيست الاولاني، بكره في التيست الفاينل. راح يكون هناك 20 كاميرا في الملعب، كل التقنيات في النقل التلفزيوني لمباريات كره القدم راح تكون موجوده. النهارده التمرين الاولاني ده النون اوفيشال تريننج، التمرين اللي مش رسمي الاول، بكره في التمرين الرسمي. لازم نزور التمرين، لازم نزور الاهلي ولازم نروح نزور المصري، لازم نقول لهم احنا موجودين، ايه اللي هم محتاجينه، في اي سلبيه عندهم نحاول نصلحها، في اي ايجابيه الناس بتشكر الحمد لله رب العالمين. هو الحقيقه الشركه الراعيه اللي هي برزنتيشن هم قايمين بدور اكتر من رائع في كل الحاجات، أو في الحاجات اللي هي تعمل لنا تسهيلات في كل النواحي الحياتية، أو في الاستاد أو في الانتقالات أو في كل حاجة. الحقيقة قايمة بدور جيد، احنا لنا طلبات كتير بس كل طلباتنا الحقيقة بتحققها برزنتيشن على طول. طبعا التنظيم برزنتيشن لا تحتاج اني انا مني شهادة، يعني برزنتيشن من الشركات الرائدة في المنطقة على مستوى التنظيم، تنظيم على أعلى مستوى، شفناها في أحداث كثيرة وآخرها كأس الخليج اللي واحدة من أهم البطولات الإقليمية في 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 المنطقة. كأي مباراة بنعملها، كأي إيفنت بنعملها، إحنا قلقانين لآخر لحظة. إحنا بنعمل أي إيفنت في حياتنا بنعمله أكننا لسه أول مرة نعمله، دايماً بنبقى خايفين، دايماً بنبقى متوترين، دايماً بنبقى قلقانين. بكرة في يوم مليان مؤتمرات صحفية، التفاصيل بتزيد، هنشوف مفاجأة في الماتش، أعتقد الجمهور هيعمل مفاجأة جامدة جداً جداً.